الفل على كل متابعي برنامج الاكيل في كل مكان في العالم، واهلا بيكم وحلقه جديده، حلقه عن الشاورما بس بطريقه مختلفه. هليل شركه سعودي ليها اكتر من 40 فرع في السعوديه ودلوقتي فتحت في مصر. المفروض ان التتبيله ونوع اللحمه مختلفين عن الشاورما اللي احنا متعودين عليها، سواء الشاورما المصري او حتى الشاورما السوري. تعالوا نجرب مع بعض ونشوف ايه اللي مختلف، ويا رب يعجبكم ويعجبني. الطعم ده قريب قوي من الشاورما الدجاج اللي انا اكلتها في الاردن. بس انا احب المخلل بتاعنا اكتر، حق ربنا يعني. استاذ عادل مساء الخير. مساء الخير سمعتني، اهلا بيك. خلينا نتكلم الاول على الاسم هليل. ده براند سعودي. براند سعودي. اوكي، واول بلد بره السعوديه تبقى مصر. انا في مصر، نعم. انت كنت قايل لي 40 فرع، بعد كده قلت لي 30 فرع. لا احنا 30 فرع. هم كام فرع؟ 30 فرع في السعوديه. 30 فرع بس في السعوديه. واول بلد بره السعوديه. واول دخل السوق المصري. طيب، ايه الاختلاف في الشاورما؟ سوق مصر مليان محلات شاورما ما بين المصري والسوري. نعم. ايه الجديد؟ الجديد احنا بنقدم اكسبيرينس في الشاورما مختلف شويه. لما اجي اقدم الشاورما، السوق هنا بيحط الشاورما كلها على السيخ، بيخلط معها البقدونس والخضار والطماطم ويقلبها ويقدم الشاورما. احنا لا، احنا الشاورما بنستعمل الروبوت ماشينز، وهي اكتر هايجين. الاوتوماتيك التاثير الاوتوماتيك دي بتبقى مور هايجين اكتر، ما فيهاش. بس انت بتستعمل الاثنين، انت عندك بتستعمل الاثنين طبعا، العاديه وال طبعًا. اوكي، بس هو الفكره انه الاكسبيرينس بتاعت الشاورما انه بحط العيش وبعدين بيحط عليه الخضار فريش، وبعدين بحط عليه اللحمه وبحط التكوينه بتاعت الساندويتش، وبتحس بالطعم. انت عندك اللحمه اكتر من ان انت تحس بطعم الخضار في اللحمه. انت عندك اربع ايتمز، شاورما اللحمه وشاورما الفراخ. ايوه، والكفته الكباب اللي بتسموها كباب. لا يعني بالنسبه لنا كفته في مصر، كفته لحمه وكفته فراخ. كفته لحمه وكفته فراخ. نعم. اللي هي كباب لحمه. الكباب لحمه بتقدمه بقى بكذا طريقه. كذا طريقه، كذا نوع عيش. نعم. طاجن وليمه، مش وليمه الكلام ده كله. اوكي، فاحنا بنقدم الكفته اللي احنا بنسميها هنا، بنسميها هناك الكباب. اوكي. بنقدمها في العيش الغزلاني، اسمها غزلاني لحمه وغزلاني فراخ. ده اللي هو العيش الصاج. العيش اللبناني. اللبناني. اوكي، الغزلاني اللي هو اللبناني. الصاروخ هو اللي في العيش. الصاروخ اللي في العيش الصاج. اوكي. عيش وعندك الكايزر وعندك وعندي الكايزر وعندي العيش الفينو. الفينو. اوكي. طيب بص، يعني هو الكلام خلينا نجرب على طول. بالظبط. خلينا نجرب على طول. انا عايز تشوف الاكسبيرينس اكتر من انك تاكل شاورما. اوكي. شكرا.
نبتدي الاول بان احنا نفتح العلب الصغيره دي ونطلعها بره كده. ده توميه، طحينه، ده صوص انا مش هجربه وبجربوه انتوا، لان هو قال لي ان هو حراق، هو مش هزار حراق. صوص اختراع بتاعهم هم بالافوكادو، اوكي، بالافوكادو بس حراق، فانا ما انتوا عارفيني يعني ما مش طالبه كحكحه. مخلل من شكله باين ان هو معمول بالطريقه السوريه، وانا لما قلت للاستاذ عادل ده سوري قال لي اه، لان احنا المخلل بتاعنا شكله مختلف تمام. طيب هنبتدي باول حاجه اللي هي الغزلان في العيش اللبناني. خلاص احنا قلنا هم اربع منتجات، شاورما لحمه، شاورما فراخ، كباب لحمه، كباب فراخ، اللي هي الكفته. عايز افتح لكم الساندوتش من جوه. هو في خيار مخلل وبطاطس وتوميه مع الفراخ. انا اكلت الطعم ده، الطعم ده قريب قوي من الشاورما الدجاج اللي انا اكلتها في الاردن. طعم جميل جدا، كنت مهووس بيه وانا في الاردن. الفرق، وانا يعني ارشح لهم ان هم يعملوا كده، بدل ما حاطين الخيار المخلل حلقات، ففي اطماط كتيره ما فيهاش خيار مخلل. في الاردن كانوا بيحطوا الخيار مخلل بالطول، متقطع رفيع بالطول، فكان كل اطمه تلاقي فيها كل مكونات ساندوتش. وده اللحمه، غزلان لحمه زي ما قال، هو فيها طماطم والبقدونس والبصل والكلام ده، بس ما بتتحطش مع الخلطه، بتبقى على العيش. في حاجه مسكره، طعم المسكر ده هما بيقولوا لي مفيش حاجه متضافه، دي التتبيله بتاعت اللحمه، طعم حمضي مسكر في التتبيله بتاعت اللحمه. حلو جدا. نيجي بعد كده لكباب فراخ، او ما نسميه احنا بالكفته. برضه هفتح لكم ساندوتش من جوه. عليه بطاطس وخيار مخلل وحاجه مصفره كده غير التوميه. مش هين عليا احطه في حاجه. طعمه مختلف تماما عن الغزلان. والاثنين حلوين. ده في منطقه وده في منطقه ثانيه خالص. بدأت هم حاطين عليه خلطه كده. وبعدين نيجي للكباب اللحمة. هي كفتة ومحطوط عليه تقريبا نفس الخلطة بتاعت الشاورما الغزلان تقريبا. بس مش مديها نفس الطعم. معنى طعم الكفتة باين قوي بقى. سو فار الاربع ساندوتشات حلوين قوي، بنكهات مختلفه، ما تقدرش تقول ان هو نفس الحاجه. نجرب برضو الطحينه. مختلفه خالص عن طحيناتنا احنا. توميه سميكه وتقيله. المخلل انا عارفه لانه موجود في كل المطاعم السوري، هي طريقة التخليل السورية. الميزة الأساسية إنه كرانشي،
ما دبش يعني. بس انا احب المخلل بتاعنا اكتر حق ربنا يعني. طيب ده كده الفقره الاولى. خلينا نقول الاسعار. كباب اللحمه ب 49، كباب الدجاج او الفراخ يعني ب 40، غزلاني فراخ ب 40، غزلاني لحمه ب 49. اوكي ده الاربع سندوتشات. والبطاطس البطاطس ب 19. اوكي انا ببص فين؟ ببص على هم حاطين شاشات عليها سندوتشات بشكلها باسعارها. ندخل على الفقره الثانيه. مربوع فراخ، مربوع لحمه، وصاروخ فراخ ولحمه، والكايزر الشاورما لحمه الكايزر اللي كلنا اتربينا عليها. هبتدي بدي اللحمه، المربوع اللحمه، لان هو بيقول لي عليها موتزاريلا وعليها يعني خلطه مختلفه شويه عن الشاورما اللي دقناها. انت بتفتح العجينه كده. طبعا العجينه دي او العيش بقى عيش دلوقتي ما يتسابش. هم مدين لك عيش شامي او لبناني يعني، بس ده ما يتسابش اهو. نفتح كده بقى. اول ما افتح الاقي في وشي قرن فلفل. يا سلام يا سلام، ربنا يخليك ليا يا شيف، والله يكرمك كده يكرمك. طيب ادي اللحمه بالجبنه، وفي بصل مشوي وطماطم. هنعمل ده كده ونحط فيه هي محتاجة شوكة. لا دي دهنة مش عايزة. هي محتاجة شوكة أقوى من كده شوية، لأن الشوكة سامحة وهي بتتكسر. أوكي. بس أنا بقى هزود حاجة، وهي البصل المشوي ده أنا بحبه جدا. نسيوا يدينوا جوانتي وانا نسيت اطلب. طيب يلا. هو طعم غريب بالنسبه لي، لان انا مش متعود على فكره اللحمه بالموتزاريلا، اللحمه شاورما اللحمه بالموتزاريلا. بس هو طعمه مختلف تماما عن الحاجات اللي دوقناها في الفقره الاولى. يستاهل ان انتوا تجربوه. نفس الحاجه هنعملها مع الفراخ. هي ميزه بقى اهو، هو اتشال لوحده. ميزه ده بقى ايه؟ ان انت ممكن تعمل سندوتشات بقى. هتطلع ثلاث سندوتشات، مرة تعمله بالطحينة، مرة تعمله بالصوص بتاعهم بتاع الافوكادو. بس طحينة مع جبنة موتزاريلا مش جاب القلعة جنب البحر يعني. بس anyway نفس الحاجة عملنا مع الفراخ برضو. مش محتاج بقى اعمل العيش واعمل ده كله. ادوها كده. بالنسبة لي أنا وده رأيي الشخصي،
بالفراخ احلى، رغم ان هم كانوا بيفضلوا اللحمه، يعني هم قالوا لي اللحمه حلوه احلى. انا شايف انه لا، الفراخ لايق عليها الجبنه الموزاريلا اكتر، رايي الشخصي المتواضع. لان التوميه مش خبطه مع الجبنه الموزاريلا، ماشيين مع بعض. انا بالنسبه لي احلى. طبعا اذواق، انتوا لما تيجوا تجربوا وشوفوا بنفسكم. نيجي بقى للساندوتش اللي اتربى عليه كل المصريين من حيث المبدا يعني، وهي الشاورما اللحمه في عيش كايزر. انتوا شايفين اهو البقدونس والبصل، وتالي في سماق كمان في الموضوع تهيألي، بلاش مش متاكد. ايا كان طعم الشاورما، الواحد يرجع لاصله. كايزر حاجه تانيه. لذيذ. ما زال احلى طريقه اكلت بيها الشاورما اللحمه هنا اول واحد دقته خالص كان اسمه ايه؟ الغزلان. غزلان غزلان. بالنسبه لي هو احلى طعم للشاورما اللحمه عندهم. في رأيي الشخصي هي أذواق. طيب بعد كده ده الصاروخ بقى، صاروخ لحمه اللي هو بيتعمل بالعيش السوري. ممكن نقطعه كده عشان نبص عليه من جوه. برضه طعم مختلف. دي ميزه كبيره قوي عايز اقولها. الموضوع مش موضوع ان هم عاملين الشاورما اللحمه او الشاورما الفراخ متقدمه بكذا طريقه. كل ساندوتش فيهم او كل طريقه تقديم ليها طعم مختلف. دي ميزه حلوه قوي. ثم اخر حاجه الصاروخ الفراخ. وسامحوني انا نسيت البس الجوانتي. الجوانتي هنا بقى حاطين البطاطس. طعم قريب جدا للشاورما السوري اللي احنا متعودين عليها في مصر، قريب. مش ايدنتيكال بس قريب جدا. طيب نقول الاسعار. مربوع الدجاج ب 175، مربوع لحمه ب 195، اللي هو دول. صاروخ دجاج ب 75. صاروخ لحمه اهو، صاروخ اللحمه ب 90. وفي الكايزر، كايزر لحمه ب 50. اوكي. عشان ننهي، تجربه حلوه تستاهل ان الواحد يجي لها من زايد لحد التجمع. مختلفه زي ما قلت لكم على طول من شويه دلوقتي، ان اجمل حاجه عجبتني ان انا كنت فاكر ان انا هاكل مثلا شاورما اللحمه في عيش كذا وعيش كذا وعيش كذا فهيبقى فرق طعم العيش. لا، في فرق في الخلطه. اكتر حاجه عجبتني انا الصاروخ الفراخ، الغزلان الفراخ، والغزلان اللحمه. احلى طعم للحمه في رايي الشخصي المتواضع كان في ساندوتش الغزلان اللحمه. كان حاجه كده في فليفر كده مختلف عن كل ده. كل ده حلو ما بقولش لا، بس التاني ده حاجه تانيه. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده زي ما انا استمتعت بيها، وما اضحكش عليكم هستمتع بيها شويه كمان. صباح الخير.